أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا وليس أمرا، لا تبخلوا علينا بدعمكم للقناة والاشتراك في القناة. قناة ام وورد شانل ترحب بكم. فيديو سنقدم لكم أهم ما قاله الإعلام العربي حول فوز فريق الرجاء البيضاوي المغربي على فريق مازيمبي خلال أطوار البطولة الإفريقية. وفي هذا الفيديو أيضا سنقدم لكم أهم ما قاله الإعلام العربي عن تألق النجمين أناجم وبن شرقي اللذان يلعبان لفريق الزمالك المصري، فابقوا معنا. دوري مشاهدينا، حقق الرجاء المغربي انتصارا مهما على ضيف مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد نزار. نعم، ما جاء ذلك في مباراة شهدت عودة اللاعبين المصابين لفريق الرجاء المغربي. الرسالة وجهت بالطبيعة للاعبي الرجاء ولتداول أكثر بينهم مررت همسا، كذلك لأن الخصم من العيار الثقيل. مازيمبي الكونغولي الذي يريد تقديم أوراق اعتماده في الدار البيضاء. كلهم باللون الأخضر حضروا لمركب محمد الخامس بالدار البيضاء ليرفعوا شعارهم المعتاد في تشامبيونز ليج، وهو اللعب على الأميرة السمراء التي غابت عن خزينة النسور منذ سنوات طويلة. انطلق اللقاء واضطر الرجاء لأن يدخل عمر بطيب العائد من مشفى سبيطار القطري بعد التعافي من إصابة عضلية بدلا من عبد الرحيم شاكر. مباشرة بعدها خرج الشبح الكونغولي بين مالانغو كعادته ليرتقي فوق الجميع ويكتب هدف السابق بعد مرور 6 دقائق فقط دون أن يحتفل أمام فريقه السابق. مالانغو أفرح معه الآلاف من شعب الخضرة كما يسمون أنفسهم. تحركات مازيمبي كانت تسديدا من بعيد عبر لاعبه الهداف موليكا، لكن كرته دون جديد. المايسترو عبد الإله الحافظي كان على موعد مع كرة في مكانه المحبب، لكنها وجدت الحارس في انتظارها. ولأن كرة القدم ليست أهدافا فقط، فرض علينا عبد الإله الحافظي إلزامية عرض هذه اللقطة الرائعة. ينتهي الشوط الأول وجمال السلامي تحت الأرض يفكر بأي خطة يلعب بها الشوط الثاني. الشوط الثاني انطلق مغير لسابقه وغير معه جمال السلامي المايسترو عبد الإله الحافظي بمايسترو آخر هو محسن متولي العائد من الإصابة. ولأن الإصابة عنوان كتب في قاموس الرجاء، دخل حميد حداد مكان عمر بطيب بعد تعرضه لإصابة عضلية، وهنا علامة الاستفهام. إذا لم يسجل خط الهجوم ما لك إلا المدافع بدر بنون ليخلصك بهدف ثان جاء كعادته قبيل العشر الأواخر بدقيقة واحدة بعد تمريرة القائد محسن متولي. الرجاء كاد يدون الثالث، لكن مقاييس سفيان رحيمي لم تكن مضبوطة. النسور حققت الأهم في انتظار موقعة لومومباتشي. إذن نتيجة أكثر من جيدة بالنسبة للرجاء أمام مازيمبي. بالنسبة لهذه المواجهة أعتقد بأن كنا نعتقد بأن مازيمبي سيكون أخطر وأقوى، لكن بصراحة الرجاء أبهرنا وقدم مباراة أكثر من رائعة، وخاصة خط هجوم كان متنوع. أكيد نقطة مهمة، لأن المازيمبي خرج ديار أسوأ الآونة الأخيرة في خرجاته، ولكن كنا ننتظر مباراة أصعب من هذه. صحيح. واللي سهل المباراة هي تركيز لاعبين الرجاء، رغم كان في إصابات تقريبا 5 لاعبين، عودة هذو اللاعبين رغم أنهم ليسوا بدنيين حاضرين، ولكن الحافظي ومتولي دخولهم اعطى اضافه. نعم، حافظي في الشوط الاول وتغيير حافظي بالمتولي النقطه، يعني خاصه المتولي في الشوط الثاني، خاصه المتولي، لان هذه النقطه اللي صنعت ايضا الفارق. لاعب مثل هذا يعني مهاري، يعرف يتمركز ما بين الخطوط، تحركاته جيده، تمريراته جيده، زياده عن هذا وسط ميدان اللي اعطى توازن جيد. صحيح. خاصه العرجون ونقومة، زياده على اللاعب الشاب يعني اللي لاحظناه في تقريبا في كل مكان زريده. تحسن الرجاء من البدايه رغبه للفوز، من البدايه
حب ينسى يعني الدوري المغربي ويدخل في منافسه حقيقيه هي منافسه نعم. افريقيه، وهذا اللي لاحظناه يعني في الشوط الاول حتى في الشوط الثاني، لانه ضغط على تي بي مازامبي وما بين الخصوم القويه في افريقيا أكيد. حاليا في الاونه الاخيره ونعرف ان لازم على الرجاء يصنع الفارق في المباراة الأولى، لأن في المنباشي نعرف هذا الملعب صعب، هي أفضل نتيجة ممكن على كل حال، وهذه أفضل نتيجة كانت ممكن تكون 3-0، لأن فرصة رحيمي في الدقائق الأخيرة كان 3-0 تكون أفضل يعني تمشي للكونغو بأفضلية، ولكن رغم كل شيء 2-0 نتيجة جيدة إيجابية للرجاء. هذا وأعرب لاعب رجاء بدر بانون عن فرحته بنتيجة الفوز ذهابا، مشيرا إلى أن طموح الفريق هو الظهور بوجه مشرف في مباراة الإياب لانتزاع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي من الكونغو. الحمد لله اولا على النتيجه، الحمد لله على الاداء الكبير اللي قدموا اللاعبين، جميع اللاعبين مشكورين على المردود، ما نساوش الدعم الكبير ديال الجماهير ديالنا، الحمد لله اننا ما خيبناش الظن ديالهم فينا. قطعنا الشوط الاول هنا بالمغرب كنظن بان النتيجه شيء ما ايجابيه، ولكن حتى حاجه مازال ما تحسماتش، مازال مقابله العوده بعد اسبوع، غادي ناخذوا تدريب عاديه، كنظن بان الاسترجاع طراوه بدنيه خصوصا عدد كبير المقابلات اللي خدينا منذ بدايه الموسم. كان واحد جماهير فريق رجاء البيضاوي اننا غادي نضرب واحد الوجه اللي هو مشرف في الكونغو وتحقيق التأهل ان شاء الله، ومن بعد نحضروا المقابله ديال ابطال العرب ان شاء الله. كما قال كذلك نزار، لاول مره منذ فتره طويله نرى الرجاء بهذا المستوى الجيد جدا على مستوى المباريات، لاول مره كذلك منذ فتره يلعب مكتمل الصفوف بعوده المصابين، اليس هناك خشيه من تكرر الاصابات كما حدث الليله ايضا، وهو الذي يلعب على ثلاث جبهات على المستوى المحلي العربي وكذلك القاري؟ لا اكيد عندما تكون تلعب على كل الواجهات يعني يلزم لك تعداد بشري كبير، وعندما تكون عندك اصابات تقريبا 5 أو 6 لاعبين ما بينهم 3 أو 4 كوادر الفريق تاثر بعد الشيء، ولهذا يعني 3 لاعبين لاول مره مباشره من الاصابه الى الملعب تقريبا 2 لعبوا كاس 3 بوطيب اللي دخل واصيبه وشاكيري اللي اصيب في بدايه المباراه تاثرت بعض الشيء خاصه في هذه الجهه، لان الظهير الايمن اليوم لا يوجد ظهير ايمن في الرجاء، يعني حتى المستقبل المدرب لازم يعمل وسط ميدان او مدافع اخر يحطه في هذا المكان، ولكن النقطه الصحيحه هذه النقطه السوداء في المباراه يعني اصابه شاكير وبوطيب هذه هي اللي، ولكن النقطه المهمه والنقطه يعني الايجابيه هي عودة الحافظي، عودة متولي، يعني عودة لاعبين اللي عندهم قيمة الخبرة الخبرة والقيمة في هذه المباراة، لأن محتاج هذو اللاعبين في مباراة العودة. طري أفريقيا بفوزه على ضيفه الترجي حامل اللقب ب3-1 في أولى مباريات ذهاب الدور ربع النهائي. المباراة شهدت احتجاجات قوية من لاعبي الترجي على حكم المباراة بعد الهدف الثاني للزمالك. جماهير الزمالك لا زالت تعيش أجواء الاحتفال بعد تتويج فريقها بكأسي السوبر الإفريقي والمصري، أما جماهير الترجي فلا تريد أن تتذكر ما حدث هناك في الدوحة حين خطف منها فريق القلعة البيضاء كأس السوبر بقدم مغربية. فريق الدم والذهب مطالب بشد الهمم لرد دين السوبر، مهمة كاد المتألق الليبي حمد الهوني أن يبدأ في تنفيذها مبكرا حين هدد الشباك بعد لحظات من ركلة البداية. ذات اللاعب بدا مصرا على رد صفعة الدوحة ليجرب حظه مخطئا بسنتيمترات مرمى أبو جبل. بداية الترجي الحماسية أنبأت عن وصول مرتقب للشباك، وهو ما حدث بالفعل بقدم الجزائري عبد الرؤوف بن غيث الذي عاد لزيارة شباك الزمالك للمرة الثانية في ظرف أسبوعين. سوبر مصر وإفريقيا أدرك بعدها بأن عليه طي صفحة الاحتفالات، وهو ما فطن إليه أولا المغربي محمد أنجم الذي عدل الكفتين بطريقة رائعة. الأمور انقلبت بعدها رأسا على عقب، وبدا الزمالك الأقرب إلى التسجيل كما هو الحال في محاولة محمود علاء. ذات اللاعب عاد لينقذ فريقه من هدف محقق حين تصدى برأسيته لتسديدة بن رمضان. مع بداية الشوط الثاني ظهر قائد الترجي خليل شمام بمحاولة فردية كادت تنتهي بهدف ثاني.
على الطرف الآخر جرب محمد مصطفى حظه في هذه الكرة التي أحسن تعويضها، لكنه لم يمنحها القوة الكافية. وعندما يتعلق الأمر بمواجهة أمام الترجي فلا بد من ظهور صاحب الاختصاص، ومن غيرها المغربي أشرف بن شرقي الذي دون الهدف الثاني، هدف تلته احتجاجات شديدة من لاعبي الترجي ذهب ضحيتها محمد بن رمضان الذي تلقى البطاقة الحمراء. بن شرقي أبى إلا أن يكون كابوس الترجي بامتياز حين تسبب في اصطياد ركلة جزاء، ومحمود علاء لم يتردد في ترجمتها إلى هدفه الثالث مانحا انتصارا مريحا للزمالك يمهد أمامه طريقا نحو المربع الذهبي. عن لقاء الزمالك والترجي ينضم إلينا الحديث أكثر رفيق صافي المحلل الفني في قناة بي إن سبورتس. رفيق مساء الخير. مساء النور. كما جرت العادة الكثير من الاعتراضات على القرارات التحكيمية، هل كانت في مكانها هذه الاعتراضات أم كان مبالغا فيها الليلة؟ على كل حال دائما عندما تكون مباراة ديربي ومباراة ما بين فرق عربية تكون فيه بعض الحساسية وتكون فيه دائما اعتراضات، يعني من هنا ولا من يلزم لك الفار ويلزم لك حاكم دقيق ويلزم لك كل شيء، يعني هذه ممكن يعني الاتحاد أو الكاف هي اللي تقوم باختيار الحاكم المناسب. ولكن بالنسبة نرجع للمباراة، على ما أظن أن ضربة الجزاء فيها ضربة الجزاء صحيح، كانت فيه مراحل في المباراة. المرحلة الأولى اللي ما عرفش يستغلها الترجي، نقدر نقول حتى 10 دقائق الأولى في المرحلة القوية للترجي لم يسجل تقريبا ثلث فرص الأولى، خاصة فرصة أيضا الهوني أيضا. ومن الجانب الآخر الزمالك في 10 دقائق الأخيرة الزمالك سجل هدفين، يعني في بعض الأحيان فيه مباراة لازم تعرف كيف تتعامل معها. الترجي لو سجل في بداية المباراة تختلف المباراة. لكن عموما القرارات التحكيمية كانت في مكانها، الحكم أحسن إدارة هذه المواجهة رفيق الليلة. أنا بالنسبة لي ورأيي الشخصي شفت المباراة قرارات صحيحة، ولو كان موجود معنا جمال شريف يعطينا رأي أفضل، لأنه هو الحكم وهو اللي يعطيك واختصاصي في هذا المجال. فقط الورقة الحمراء للاعب آخر وليس الورقة الحمراء، هذه اتفق مع نزار، الورقة الحمراء أخطأ الحكم في الورقة الحمراء، أخرج فيه هي ورقة حمراء لأنه مسك الحكم وشد فيه الحكم، ولكن أخطأ في اللاعب المناسب. يعني اللاعب كان على ما أظن رقم 5 الدوادي، هو اللي الدوادي هو اللي ياخذ الحمراء، اخذها بن رمضان اللاعب 24. طيب، هو الخطأ الوحيد. يعني لو تحدثنا عن الامور الفنيه الان بالنسبه لهذه المواجهه، كيف رايت الزمالك كانت خطورتهم عن طريق الاطراف بينما كانت هناك مشاكل في محور دفاع الترجي؟ نظن ان المشاكل تقريبا أكثر على الجانب الجهة اليمنى للزمالك، وفي بعض الأوقات أيضا هي أكثر جانب الجهة اليمنى وبعض الشيء في المحور، لأنه صحيح خروج الشتي غير كل شيء، صحيح أخلط كل أوراق المعين، لأنه قوة الترجي كانت على الجهة اليسرى في الصعود دخول الهوني للعمق وترك الرواق للشتي، يعني هذه هي قوة الترجي. عندما تخرج يعني إخراج خروج شتي على شكل إصابة، دخول الشمام بطيء ومش متعود يلعب في الجهة اليسرى خاصة من حيث التغطية، وحتى في الهدف الثاني هو كان في الرقابة في المراقبة اللاعب، يعني بعض الأحيان ما نلوموش اللاعب لأنه ما فيش لاعب آخر يلعب في هذه الجهة، ولكن كانت فيه أخطاء، لو ما كانش فيه أخطاء ما تكونش فيه أهداف. ولكن بالنسبة مثل ما قلت لك كان ممكن يعني ممكن هذا الهدف على ما أظن هذه فرصة الهوني، فرص العديدة في الشوط الأول. أخطر لاعب في المباراة كان بن شرقي يا رفيق، تألق هذا اللاعب وكأنه يكرر أمر بعد مباراة السوبر أيضا. والغريب أيضا يعني تقريبا عندك وقت قريب لعبت يعني نهاية السوبر أمام هذا الفريق والزمالك يعني بهجومه، خاصة هذا اللاعب بن شرقي يعني حتى أناجم كان قوي، يعني اللاعب المغربي أيضا الثنائي المغربي يعني خاصة بن شرقي، عندما تكون الكرة بن شرقي دائما يصنع الفارق. صحيح كان متألق هذا اللاعب، وهذا المشكلة يعني في بعض الأحيان تعامل المباراة ما نقولش تعمل رقابة رسيقة على هذا اللاعب، ولكن تعمل طريقة التخطيط. ولا أنا بالنسبة لي بداية الترجي كانت جيدة،
خاصة وفي الشوط الأول كان جيد، الشوط الثاني اللي اختلفت الأمور وتغيرت كل شيء، يعني في مباراة العودة فيه نقطة تقدر تغير لك مجريات اللقاء، ونقدر نقول حتى النقطة اللي غيرت مجريات اللقاء هو الهدف الثاني، يعني حتى تنرفز اللاعبين غضب بعض اللاعبين شفناه، يعني تهجم على الحكم، أنت خاسر 2-1 أبقى يعني هادئ ممكن حتى تسجل، وهنا من استغل هذه الفرصة 2-1 أفضل من 1-0 على كل حال، 2-1 أفضل نعم. ومن استغل لاعبين الزمالك بقوا هادئين واستغلوا هذه الفرصة، وهنا وين صنعوا الفارق في الدقائق الأخيرة الزمالك كان أفضل. رفيق، الزمالك أنهى السوبر المصري لمصلحتي على حساب الأهلي، أنهى السوبر الأفريقي لمصلحتي على حساب الترجي، والليلة كذلك ذهاب ربع نهائي الشامبيونز ليج على حسابه، هل الزمالك الآن في هذه الفترة هو الزمالك الذي لا يقهر، أم هناك مشكل في وضع او في مستوى الترجي؟ الزمالك يمر بمرحله جيده، والمدرب كارتونو عمل على هذا الجانب، الجانب المعنوي، لو خذينا يعني من الجانب الفني ولاعبين الترجي ولاعبين الزمالك خاصه في السنوات الاخيره اللي سيطر على هنا في الكره الافريقيه الترجي، ولكن تعامل الزمالك زياده فوزه على السوبر اعطوه ثقه في نعم. قطر، فوزوا على السوبر ايضا في مصر على الاهلي اعطاه ثقه كبيره صحيح. واعطاه ثقه روح، لو تشاهد طريقه لعب اللي كان يلعب بها في الشوط الاول الزمالك متراجع للوراء يعني بكتله ويلعب على المرتدات، فيه يعني رغبه شراسه، فيه انضباط تكتيكي، شفنا كل شيء، وهذا راجع يعني من الجانب المعنوي، عندما تفوز بالسوبر امام الترجي وزيد تفوز بالسوبر امام الاهلي وزيد العوده يعني اول مباراه يعني عندك دفعة أفضل من الترجي نعم. ورغم أن مثل ما قلت لك بداية المباراة كانت الأفضلية للترجي نعم. سوف تبقى معنا رفيق الحديث عن باقي المباريات، مباراة أخرى الليلة وكذلك مباراتان المقبلتان في نعم.